يقوم بها المرافق أو المرافقة. إذا ربما في العودة للمناقشة في آخر هذه الجلسة ربما نحاول ولا كوزي ان بو بلوس ديفلوبي ان بو بلوس. شكرا للأستاذ محمد أنور البكيري على هذه المداخلة. بعجالة غندوزو للمداخلة الثانية اللي هي للدكتورة نهى حسين عبدو، هي مستشارة تربية خاصة وتخاطب، خبيرة ومدربة مايكروسوفت، زيادة على أنها قامت بعدة تجارب خاصة في فعاليات برامج قائمة على الألعاب التعليمية الإلكترونية في تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية للتلاميذ اللي في وضعية إعاقة. نهى حسين عبدو هي خبيرة ومدربة معتمدة من جامعة عين شمس بالقاهرة مصر، باحثة في مجال التربية الخاصة. شكرا أستاذة الدكتورة نهى حسين عبدو على الحضور معنا، ولك الكلمة أستاذة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية طبعا سعيدة، أحب أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة في هذا المنتدى المتميز بموضوعاته الهامة، لأن فعلا مساحة البلاد العربية في حاجة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بكل فئاتها وبكل أشكالها. إن شاء الله اليوم في البداية قبل ما أبدأ إن شاء الله بحب إن أنا أتقدم بالشكر والتقدير طبعا للأستاذة أسماء الديبو المنسقة باللجنة التنظيمية اللي قدمت لي الدعوة المباشرة للمشاركة بالمؤتمر أو الملتقى. صراحة كنت مهتمة بتبادل الخبرات وإن أنا أتعرف على ممارسات مختلفة من بلاد أخرى، وإني أعرض كمان تجربة شخصية كانت يعني بالفعل كانت مشكلة بتؤرقني أنا كمعلمة، وحبيت ان انا اعرض ازاي ان انا قدرت ان انا احل مشكلتي مع الطلبه المدمجين في الصفوف العاديه، وان انا احب ان انا اعرض هذه الممارسه طبعا للاخرين من باب تبادل الخبرات، وخاصه طبعا ان دوله المغرب الشقيق هي دايما بتهتم بفئه ذوي الاحتياجات الخاصه وترغب في تعديل اوضاعهم بكافه الاشكال. يعني انا دايما بتابع الصحف وبشاهد ان في دايما محاوله لتعديل اوضاعهم لينالوا حياه كريمه مثلهم مثل باقي الاشخاص الاخرين العاديين. أشكر طبعا الأستاذ ياسر الجلسة، أستاذ حدو لابور، على الإدارة والتنظيم، وأتمنى أن ألتزم بالوقت المحدد لي وأكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. بس أحب أسأل هل صوتي واضح؟ لأن أنا كان عندي مشكلة في المايك في البداية. نعم أستاذ، الصوت واضح، مرحبا بك معنا. أشكرك أشكرك. وطبعا سامحوني لو نطقت الاسماء بطريقه مختلفه، تعرفوا بس تبادل اللهجات، احب اني اكون صوتي واضح واللهجه تكون واضحه، فاتمنى يكون يعني لغتي صحيحه ومفهومه للجميع. نعم الاسماء هي كذلك. نعم. والصوت واضح. شكرا لك. ابدا ان شاء الله بمشاركه الشاشه لو تسمحوا لي. ببدا سوف نتحدث اليوم عن تجربة المرافق داخل الغرفة الصفية مع الأطفال المدمجين بالصفوف العادية. أحب أن أعرفكم على نفسي بطريقة سريعة. أنا بالأساس معلمة لغة عربية وأعتز جدا بهذه المهنة لأنها مهنة سامية، مهنة الرسل والأنبياء، وعندما يعطينا الله سبحانه وتعالى يعني ثقة أكبر عن المحتمل للطلاب العاديين داخل الغرفة الصفية ويعطينا هدايا نستطيع ان احنا نزيد بها من حسناتنا ونزيد بها من حبنا للتدريس في مع هذه الفئه الرائعه التي تمتلك من المهارات والقدرات ما يفوقه الخيال والعقل. طبعا انا كنت اعمل بدوله الامارات العربيه المتحده لفتره طويله تفوق ال 20 عام، والحمد لله خلال هذه الفتره الطويله حصلت على 15 جائزه دوليه تربويه
وكانت جميعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها فعلا دولة الإمارات كانت من الدول العربية السابقة التي تهتم بفئة المعلم والتميز التربوي، وكيف المعلم يدخل في هذه المنافسات ويحاول أن ينمي قدراته ومهاراته ليتمكن، وهذه الفائدة بتعود عليه طبعا وبتعود على الطلبة الذين يقوم بتدريسهم. طيب في البداية قدمنا الشكر ونشكركم مرة أخرى طبعا الأستاذة أسماء والأستاذ حدو. تجربتي سوف أتحدث مباشرة عن المرافق، تجربة المرافق داخل الغرفة الصفية مع الأطفال المدمجين بالصفوف العادلة. بعيدا عن السرد وبعيدا عن الأشياء النظرية التي نستطيع جميعا أن نبحث عنها من خلال محرك البحث، ونستطيع أن نصل إلى معنى وتعريف الدمج ومعنى المرافق في الحياة المدرسية، أريد أن أعرض التجربة بشكل واقعي. سأعرض لكم كيف أبدأ استقبال الأطفال في بداية العام الدراسي، كيف أقوم بتشخيص الحالات، كيف أضع الخطط، سأعرض عليكم فيديو كيف تطورت الحالة، كيف أقوم بإعداد برامج خاصة لهم. ولكن على السريع أحب أن أنا أضع يعني من باب الشيء، إذا كان هناك من الحضور بعض الأشخاص الزائرين الأعزاء الذين ليس لديهم خبرة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فأنا أريد أن أحيي طبعاً من أطلق عليهم أصحاب الهمم. يعني تبديل فئة أصحاب الإعاقة بأصحاب الهمم كان فعلاً شيء محفز ورائع للمعلم وللمعاق نفسه ولولي الأمر. فولي الأمر أن يفتخر بيقول أنا عندي طفل من أصحاب الهمم. كان الأول كان يعني بالنسبة له كانت مشكلة، وكان يكتف يقول ابني من أصحاب الإعاقة. فإحنا بدلنا الكلمة بدل أصحاب الإعاقة أصحاب الهمم، شيء رائع طبعا. وبشكر طبعا كل القائمين على تغيير الاسم والمسمى، ونتمنى طبعا مزيد من فعلا التعديلات والاصلاحات في تعديل اوضاعه. طبعا الفئه ديت بتكون موجوده في المدرسه، موجوده طبعا في المجتمع، وولي الامر الواعي هو اللي بيستطيع ان هو يعدل اوضاع ابنه، سواء كان معاق اعاقه جسديه او اعاقه عقليه او اي نوع من انواع الاعاقه. كثير من الدول بتهتم، كثير من الدول بتحاول انها بقدر الامكان تعدل، يعني تعدل في ادارتها وفي مدارسها وجامعاتها بحيث انها تتوافق مع المنظور العالمي او الاهتمام العالمي بذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا هنا الدمج، انا هتحدث فقط على الدمج داخل الغرفه الصفيه العاديه. يعني انا امتلك من الطلاب العاديين داخل الغرفه الصفيه عدد من الطلاب مثلا لا يقل عن 25 طالب، بالإضافة لبعض الحالات التي سوف تأتي من بداية العام الدراسي، هي حالات مختلفة. سنبدأ في تحليل شخصيتها ونبدأ في نتعرف على مشاكلها ونعرضها على وندرس حالتها ونبدأ نضع في الخطط. كل ده طبعا أنا هتطرق إليه بشكل سريع. هبتعد شوية إن الدمج فقط هو المعنى السريع لي، إن أنا بضع الأطفال من ذوي الإعاقات أو القدرات المختلفة في صفوف تعليم عادية. وطبعا ليه أو لماذا؟ طبعا هم بهذا الشكل هيتفاعلوا بشكل متواصل مع اقرانهم العاديين، وده هيكون تحت نظر المختصين وبخطه عمل مدروسه. واحب اني انوه طبعا ان مش كل الاعاقات الذهنيه مسموح لها بالدمج طبعا مع الطلاب العاديين، ولكن طبعا في مختصين بيحددوا الاعاقات الذهنيه البسيطه او بعض الحالات اللي هي مثلا الهايبر اكتيف او اللي هو فقد الحركه او طيف التوحد متلازمه داون، بعض الحالات اللي ممكن قابله للتعلم وقابلة للدمج داخل الغرفة الصفية. والهدف هنا ليس التعليم بمفهومه المعلوم، يعني كانت ولية الأمر للطالب عندي كانت بتحكي لي أنا لا أهتم كثيرا بأن ابني يكون ناجح أو أن هو يأخذ شهادة لانتقل من صف إلى صف، أكثر شيء عندي أني يمتلك مهارات التواصل، يمتلك مهارات الحياة، يتحدث بشكل صحيح، يلتزم في وقت الالتزام، يقرأ بعض الكلمات، يعرف أن يكتب اسمه. طبعا دي اشياء يعني نقول الحد الادنى من الاداء لبعض الحالات الصعبه اللي كانت بتواجهنا داخل الغرف الصفيه العاديه. انواع الدمج طبعا جميعا نعرف هذه الاشياء، وممكن ان انا اترك العرض التقديمي في الشات او ارسله عبر اي وسيله من وسائل التواصل، ممكن قراءته الاشياء النظريه اللي فيه، لان طبعا الوقت ضيق وحابه ان انا اعرض الفيديوهات اللي عندي. طبعا اتكلمنا على ان بعض ان في بعض الامور اللي احنا لازم علشان نخلي في عمليه دمج داخل الغرفه الصفيه، لازم في اشياء واشتراطات يعني مهمه، او اهمها نوع الاعاقه تكون مناسبه. وثاني شيء لازم طبعا يكون عندي معلم معد لذلك، مدرب بشكل جيد،
يكون في اتقان ازاي يضع خطه فرديه، ازاي يقوم بتخطيط هذه الخطه، يقوم بتنفيذ هذه الخطه وتقييمها. عدد الطلاب يفضل ان يكون الطلاب المدمجين داخل الغرفه الصفيه لا يتعدى طالبين، طبعا لان كل طالب بيكون ليه خطه خاصه فيه بالاضافه للطلاب الصف العاديين، وحتى لا نرهق المعلم الاساسي او المعلم الاساسي. حجم الصف يجب ان يكون مناسب حتى يستطيع هذه الطلاب المدمجه الطالب او الطالبين يتحركوا بثلاثه، ويكون لهم ركن خاص للعمل ولتنميه مهاراتهم بشكل خاص، لانهم بيميلوا بعض الشيء للحركه وممارسه انشطه مختلفه، ولهذا حتى لا يكون المكان ضيق ويسبب لهم ضيق. وطبعا لما بيشعروا بالضيق او عدم الارتياح ده بيأثر عليهم وعلى سلوكياتهم بشكل سيء. طبعا لازم يكون في بعض الحالات في مرافق يكون مع الطالب، وانا هحكي مع تجربتي مع المرافق، يعني هعرض فيديو مع المرافق وفيديو بدون المرافق. طبعا في الخطه لازم يكون في اعداد للخطه، يكون في تعاون بين معلم الماده الاساسيه او معلم الصف الاساسي مع طبعا معلم التربيه الخاصه الخاص بالطالب او اللي هو دارس اصلا تربيه خاصه وعارف كيفيه تقييم هذه الخطه، والتطرق طبعا وربط بين المواد، لان انا مش بشتغل مع الطالب كماده لغه عربيه فقط، لا بنشتغل مواد مختلفه بيكون بيننا خطه مشتركه. وطبعا اهم شيء في كل شيء هو اشراك ولي الامر وحماسه وايجابياته وتعاونه، ولتوفير بعض الادوات مثلا الخاصه بالطالب اذا كانت المدرسه لا تستطيع توفير هذه الادوات، مثلا توفير اجهزه مثلا ايباد خاص بالطالب اذا كانت المدرسه لا يوجد بها، ممكن مثلا توفير وسائل تعليميه وسائل تعليميه. مباشرة بعدها طبعا هبدأ أنتقل في المشاركة. الآن هبدأ في المشاركة معكم. هبدأ أول شيء الخطية، كيف تكون من المفترض، كيف تكون الصوت واضح؟ واضح جدا أستاذ. طيب كيف تكون الغرفة الصفية متسعة مثلا حتى يعني تتسع الطلبة العاديين والطلبة من ذوي الفئات الخاصة؟ الشاشة الآن واضحة، الفيديو واضح أمام الجميع. واضح واضح جدا استاذ. واضح الحمد لله. هنا مثلا الطلاب العاديين كان الصف مثلا 25 طالب، طبعا هنا الصف العادي وسائل التعزيز العاديه للطلبه العاديين، وهيكون عندي طبعا في ركن هنا لازم، لان احيانا بيحتاج مثلا الطالب المدمج احيانا ينام ياكل بطريقه معينه، فبيكون لي ركن خاص للجلوس باريحيه. وهنا هذا الطالب كان طالب من متلازمه داون وكان مدمج معي في الصف العادي، وكان في مرافقه بترافقه لمدة عام كامل في المدرسة، ولكن لتحسن حالته وأنه أصبح طالب عادي، إحنا يعني اعتبرناه طالب عادي كان بيعرف حقوقه وواجباته وكان بيتجه مباشرة لركن التعلم الخاص به وكان متوفر له الأيباد الخاص به، فإحنا اعتبرناه طالب عادي، فاستغنينا عن المرافقة في بعض الحصص حتى نعطيه فرصة إن هو فعلا يندمج اندماج كامل مع الطلبة وينمي قدراته بشكل كامل. وهنا طالب مثلا هنا ركن للموهوبين الطلبة المتميزين، وكان في الطلبة العاديين، وعندنا كل شيء طبعا في الغرفة الصفية. أنا يعني بشرح غرفتي الصفية بشكل دقيق ليه؟ لأن مهم المكان يكون فيه اتساع، المكان يكون فيه جذاب، فيه ألوان، شيء يعني بيشعر الطفل فيه بالمكان بيته، يعني كأنه بيت من غرفة مثلا غرفة خاصة بيه في المنزل. طبعا كل طالب هنا بيقوم بعمله. نلاحظ ان الطلاب العاديين هنا طبعا في بدايه العام الدراسي الاول بينظروا له طبعا بالشفقه والرحمه ويساعدوه ويتعاملوا معاه، يكون في بدايه العام الدراسي. بعد فتره من حوالي مثلا اسبوعين او 10 ايام بيكون طفل عادي زي الاخرين،
في مشاكل بينه وبين الآخرين، بيتنافسوا على الأماكن، بيتنافسوا على الأشياء العادية، على الهدايا. ليه؟ لأن خلاص هم اعتبروه طفل مدمج معاهم، طفل عادي مثل مثلهم أو طالب بيدرس معاهم. بالنسبة طبعا لدراسته بيكون ليه في التخصص، وبيكون طبعا على حسب الخصائص بتاعته، لأن مثلا متلازمة داون كان عنده مشكلة إن الولد كان دايما سريع النسيان، وكان عنده مشكلة في الكتابة، يعني ما بيقدرش يمسك القلم ويكتب. أنا هفرج حضراتكم إزاي كان بيكتب اسمه مثلا قبل وبعد. وطبعا هنا كان فيه الركن الخاص بيه، ودايما كنت اعززه. لو تشوفوا حضراتكم على البورد اللي خلفه، دايما كنت احط صوره واشياءه الخاصه بيه، والاشياء اللي كان بيحاول يعملها، ان كان الوان، تلوين، كتابه بسيطه. وهو هنا لو في صوت هو مستمتع، في صوت يعني هنا بيلعب مستمتع في الجلسه. شايفين لو نسمع، لو الصوت واضح انه يعني هو هنا مع بيسمع الصوت ويكرر. نعم. رائع أستاذ. طيب هبدأ حضراتكم، معلش اسمحوا لي برضو، أنا هعرض لكم الفيديو مع المرافقة اللي كانت موجودة معاه. بس إحنا برضو بنقول ماشي، مش كل الأماكن أو مش كل الدول هتقدر توفر مرافقة، فإحنا دايماً نخلي المعلم يقوم ببديل، نعتبر ده ابن من أولادنا. واحنا كأم مثلا او كمعلم اب، بيكون عندي 5 أو 6 أطفال في البيت، اكيد كل واحد مختلف خصائصه عن الثانيه. فانا اتبنى الطفل دوت المدمج عندي في الغرفه الصفيه، واعتبر نفسي ان انا معلمه ومرافقه، وطبعا بحيث ان انا لا اضيع وقت الطلاب العاديين، ولا طبعا لان طبعا عندهم منهاج واختبارات وطبعا مهام اخرى، وفي نفس الوقت ان انا كمان اهتم بالطفل دوت واحاول انمي مهاراته ولو بشكل بسيط. يعني لو انا قدرت ان انا اعمل فرق بسيط معاه، أكيد هو عمره ما هينسى الشيء ده ولا ولي أمره، وهتفضل ذكرى معاه كاملة طول حياته. أنا حابة إن أنا أعرض الفيديو كمان اللي هو مع المرافقة، إزاي هو كان متعاون معاها وكان بيحبها كمان. بس يعني إحنا حبينا إن إحنا إيه نعوده بكافة الطرق. إزاي هي معاها وسائل؟ زي هي معاها برضه الملصقات بنوفرها له، علشان ان هو يقدر ان هو ايه يمتلك المهارات، لان زي ما حكيت لحضراتكم ان هو عنده مشكله دايما كانت في الذاكره. نشوف هنا الطلاب العاديين بيدرسوا بمنتهى الاريحيه، بيحلوا بيكتبوا. يمكن يجب تبديل الشاشه، نرى الملف ككل. نعم. لا ما نراه هنا هو الملف ككل وليس الفيديو. ليس الفيديو. طيب بعيد المشاهد مرة ثانية، لحظة. ظهر الفيديو الآن؟ ظهر؟ لا لا مازال. نعم الآن. نجد هنا أن الطالب يجلس بأريحية مع المرافقة، والطلاب الصف العاديين بيدرسوا بشكل عادي اعتيادي، وخلاص بالنسبه لهم الشيء اصبح يعني اعتيادي، ما فيهوش اي مشكله ولا في اي ضغط على المعلم ولا في اي شيء. يعني انا كنت متواجده معاهم في نفس الغرفه الصفيه، احيانا طبعا كنت منزعج من الصوت احيانا، لكن دايما كان في بينا تعاون بيني وبين المرافقه، ان مثلا هي مثلا تبدا بمساعدته اذا كان الطلبه مثلا بيكتبوا او بيحلوا انشطه، لما اكون انا بشرح مثلا مهاره جديده او درس جديد، بتكون في هذه الحاله هي بتساعده بشيء يكون مثلا ملموس، او ممكن تاخده في غرفه التربيه الخاصه. طبعا ده كل شيء بيكون بين، لازم يكون في تعاون بين معلم الصف وبين المرافقه اللي داخل الماده او مدرسه الماده الاساسيه. طبعا حابه برضو ان انا اوريكم لما مثلا حبينا ان احنا فيديو اخر، اللي هو لما احنا حبينا ان احنا نبعد شويه المرافقه وان هو يتعود يكون لحاله، يدخل على الايباد الخاص بيه ويبدا هو يشتغل لوحده. فاحنا هنا مثلا
كده هيطلع معايا ولا لا؟ نعم واضح. نعم حلو، تعالى نفتح الحين نشوف هذا حرف ب احسن. وين اي حرف الباء؟ فين حرف الباء؟ احسن. ها حرف، ها ت احسن حرف. هذا حرف، حرف، حرف. لا أحسن. هذا حرف، ها، جيم، ممتاز. ها خطأ. هذا الحرف عنده كم نقطة؟ عنده كم نقطة هنا؟ حاء. أحسن. الحاء بدون نقاط. ومن هذا الحرف اللي انت حطيت عليه يدك اسمه؟ عنده كم نقطة؟ عنده كم نقطة؟ عنده كم نقطة؟ سلوم عنده كم نقطة؟ سلوم عنده كم نقطة؟ الخاء، خاء عنده كم نقطة؟ خاء، خاء عنده كم نقطة؟ كم نقطة؟ نقطة ايه؟ واحدة. مين النقطة؟ فوق ولا تحت؟ فوق. أحسن. يلا هذا حرف، هذا حرف، حرف شو؟ يعني هنا برضو ممكن المعلم يستعين بجهاز الإلكترونيات. الإلكترونيات دايما بتكون جاذبة للطلبة وبتكون فعلا بتنمي مهاراتهم وقدراتهم. فإحنا ممكن لو ما فيش إمكانية لمرافق داخل الغرفة الصفية، المعلم ما عندوش وقت مثلا مع الطالب، ممكن عن طريق جهاز الايباد او التليفون اللي هي الاجهزه الحديثه اللي هي التقنيات الحديثه، ممكن بيكون بعض التطبيقات المناسبه لتنميه مهاراتهم، طبعا على حسب الماده وعلى حسب الخطه الخاصه بيهم. لو في متسع من الوقت عندي فيديوهات ثانيه، بس حابه ان انا حابين ان انا مثلا اعرض الفيديو الخطه ان احنا ازاي مثلا بدايه العام الدراسي. حابه اوضح لكم على السريع ازاي بدايه العام الدراسي احنا بنقوم بتشخيص الطلبه وازاي بنضع لهم الخطه. مثلا بنبدا بدايه العام الدراسي، بيكون عندي اكثر من اختبار للطلبه. تقويم تشخيصي طبعا بيكون لجميع الطلبه العاديين كامل الصف، لان مش كل الطلبه بيكونوا مدمجين بهذا الشكل، لكن في بعض الطلاب اللي بيعانوا من صعوبات التعلم، وبيكون طبعا للاسف مشكله النجاح الالي او ان هو بيطلع بيتصعد، وخصوصا في المرحله الابتدائيه، فبيكون فقد لكل شيء. يعني ممكن يوصل الى الصف الخامس او السادس لا يعرف يكتب ولا حرف من الحروف، ولا يعرف مثلا ينطق حروف اسمه او اي شيء. فاحنا بنعتبر طبعا دي بتبقى عندهم مشاكل في صعوبات التعلم، وبنبدا نعمل لهم خطط كمان فرديه ونساعدهم. بعدين لما بنعمل الخطه بنقيمها اكثر من مره، سواء تقييم مبدئي وفي تقييم بنائي طبعا كل فتره، والتقييم النهائي اللي هو نهايه العام الفصل الدراسي او العام الدراسي، عشان نتعرف هل احنا قدرنا نوصل فعلا بتحقيق الاهداف اللي وضعناها في بدايه الخطه او لا. دي نماذج من بعض الاختبارات، وازاي ان احنا بعد ما بنعمل الاختبارات بنبدا نقسم الطلبه داخل الغرفه الصفيه، طالب ضعيف وطالب جيد وطالب ممتاز او جيد جدا. دايما بنجد الفئه الممتازه او الموهوبه قله، بنجد في الوسط عدد كبير، وبنجد الضعف برضو عدد ليس بقليل. يعني لما يكون 6 أو 7 طلبه داخل غرفه صفيه واحده مع الطلاب المدمجين مع الطلاب العاديين، طبعا دي كلها بتكون ضغوط على المعلم، ولكن المعلم طبعا بيحاول بقدر الامكان ان هو يراعي كل فئات الطلبه بكل طبعا بخطط مختلفه باستراتيجيات مختلفه. وبنبدا بترتيبهم وترتيب اسمائهم وترتيب طبعا كل فئاتهم، ونبدا نحط لهم الاشياء اللي نشخصهم اكثر من مره والكلام ده. ازاي بشوف الخطه هو اتحسن فيها او لا؟ انا مثلا وضعت هدف للطلبه انهم يملكوا الكلمات البصريه، عندهم كلمات بصريه في الصف الرابع 90 كلمه. مثلا بدايه العام الدراسي هو امتلك نهايه الفصل الاول امتلك 5 كلمات،
في نهاية الفصل الثاني ثلاث 15 كلمة يذنون عن أقيس الفرق أو التقدم الذي يحرزه الطالب داخل الغرفة الصفية ومدى التقدم اللي بيزيد فيه، وببدأ أعمل المخططات اللي بتوضح لي فعلاً إنه ارتفع مستواه في مادة اللغة العربية أو في مثلاً في حروف الهجاء اللي هم 28 حرف كان إيه وأصبح إيه. ممكن مهارة أخرى مثلا كلمات ثلاثيه، خمس كلمات اللي هي الكلمات الثلاثيه، الكلمه اللي تتكون من ثلاث احرف، نفس الشيء اللي كان ايه صفر وبقى اصبح ايه. نجد ان في بعض الطلبه متقدمين وفي بعض الطلبه طبعا عندهم تشققات او مشاكل، بنبدا نحط لهم برضه خطط بديله ونعيد عليهم باستراتيجيات مختلفه. هنا بعض النماذج الاخرى اللي هي ازاي للطلبه مثلا نستخدم الحاسوب، وسائل معينه اخرى. لازم ان انا يكون في طالب في الصف يتبنى طالب حضور حصه الخمسه، يعني دي من الاشياء فعلا اللي كانت مميزه ان في طالب يتبنى زميله، في طالب يتبنى صديقه، وفعلا يعني لما بيكون في طالب فعلا عادي مع طالب من الطلاب المدمجين، الطالب المدمج ده بيتعلم من الطالب العادي اشياء كثيره، منها الالتزام بالوقت، ازاي ان هو بيؤدي المهام المطلوبه منه، ازاي ان هو بيلتزم في العمل، بيشتغل بهدوء. فهنا بيكون التعاون ده والدمج ده فعلا بيكون بينفع الطالب المدمج بشكل كبير. طبعا دي بعض الصور العاديه، ودي وده مثلا طالب كان من الطلاب اللي هو طفل التوحد، ازاي هو على فكره كان مستواه في القراءه والكتابه كان فوق الممتاز، يعني طالب فوق ممتاز في القراءه والكتابه يفوق مستوى الطلاب العاديين، بالرغم ان هو كان عنده مشاكل في الحركه وعنده طفل توحد وكان عنده تشتت انتباه، لكن كان برضه من ضمن الطلبه المدمجين داخل الغرفه الصفيه اللي كان فعلا يعني بيظهر تقدم كبير واضح اثناء الدراسه. طبعا هنا يعني نجد حتى الطالب في النهايه كاتب لي في نهايه العام الدراسي انا احب المعلمه لانها تهتم بي، وهم بيحسوا يعني الطلبه دول بالذات بيحسوا اي اهتمام اي رعايه اي شيء بيقدمه الواحد فعلا فيهم، فهو فعلا في النهايه بيحس ان هو يعني بيبذر البذره وبيكون ليها ناتج لان بيأثر فيه تأثير كبير. انا انتهيت تقريبا الاشياء اللي عندي، عندي فيديوهات بس انا مش عايزه يعني اتعدى الوقت، واتوقع ان انا تعديته بالفعل. اتمنى طبعا ان انا اكون يعني في توصيات لو حابين ان انا اعرضها لو في وقت، لو ما فيش وقت خلاص ما فيش مشكله. سعيده طبعا بمشاركتي معاكم. إذا كان فيها توصيات مرحبا في بإيجازي إن شاء الله أستاذ. طيب في توصيات صراحة يعني أنا إنسانة بحب التقنيات جدا وبحب جدا العمل يعني التكنولوجيا، وقبل قصة كورونا وأنا بحكي لكم في القصة والمدمجين دول، يعني أنا بحكي على طالب سالم ده من 2014 من 2013، الكلام ده من 6 7 سنين. التطبيقات اللي أنا كنت بعملها على الكمبيوتر وليهم لي أو لغيره من الطلبه اللي كانوا بيحتاجوا دعم في ماده اللغه العربيه كانت فعلا بتفرق فرق كبير جدا، لان الاطفال احنا بنشوف ان اطفالنا كلهم بيحبوا الاشياء التقنيه والالعاب، فلما احول اللعب التعليم مع اللعب ده بالنسبه له مش احنا ككبار بنقعد نلعب احيانا، يعني بنمسك اي لعبه ونقعد نلعب على التليفون او على مثلا البلاي ستيشن، فما بالنا كطفل. طفل عنده مشاكل، طفل عنده صعوبه في التعلم، طفل بيعاني مثلا من ان هو فعلا بيسمع اكيد كلمات يمين ويسار ان هو غير الطفل العادي، فكل الاشياء دي كانت فعلا ايه بتساعدني كتقنيات. فانا من اول التوصيات انا حطها طبعا اخر توصيه، لان في بعض الدول او في بعض الاماكن لا يوجد عندها التقنيات او لا يوجد عندها الاجهزه او لا يوجد عندها الامكانيات، ولكن انا بالنسبه لي هي فعلا رقم واحد اللي هو العمل على تطوير التقنيات الحديثه لصالح الفئات الخاصه، لان فعلا هي من اهم الوسائل اللي بتمكنهم فعلا من التغلب على العقبات الناجمه عن الاعاقه والتواصل والتفاعل مع الاخرين، الامر اللي بيؤدي بيهم في النهايه الى ادماجهم في المدرسه وفي المجتمع. وباقي التوصيات من خلال التجارب، من خلال تلك التجارب التي مرت بها، هناك مكاتب تربويه عظيمه للتلاميذ ذوي الاحتياجات التربيه الخاصه، وفيما يلي استعراض سريع لبعض هذه التوصيات. الاستمرار في التوسع في تطبيق الدمج التربوي باعتباره باكثر الاساليب التربويه فعاليه في توفير برامج التربيه الخاصه للتلاميذ غير العاديين، على ان يتم هذا التطبيق وفقا لضوابط علميه واضحه محدده. اجراء الابحاث والدراسات بغرض التعرف على مدى تاثير البيئتين الخصوصيتين الانعزاليه والاعتماديه على بعض المتغيرات المهمه مثل تحصيل الاكاديمي لدى التلاميذ، المهارات الاجتماعيه، المهارات التواصليه، بالاضافه الى التعرف على اكثر انحاء تقديم خدمات التربيه الخاصه فعاليه في تدريس التلاميذ غير العاديين. تسهيل طبعا دور معاهد التربيه الخاصه والكليات
في تمكينهم من القيام بمهامهم، لان ليهم دور كبير، هم امتلكوا العلم. وانا دايما احكي ان التدريس فن وعلم. يعني انا كمعلمه ممكن، انا معلمه لغه عربيه، لا املك علم ان انا ازاي اتعامل مع طفل مدمج او طفل تربيه خاصه. مين اللي اعطاني العلم؟ المعلمه، معلمه التربيه الخاصه اللي هي تخرجت من هذه الكليه، هي اللي علمتني ازاي اتعامل معاه، ازاي اضع خطه، ازاي اتواصل معاها، ازاي اطور مهاراتي عشان اقدر اتمكن ان انا اعطي الطفل، هذا الطفل او هذا صاحب الهمه، الشيء اللي هو يتمناه. طبعا كده، طبعا دور وسائل الاعلام دور مهم، لازم طبعا ان هو كمان يكون له دور ان هو يخفف بعض المشكلات اللي تواجه تلاميذ مدارس التعليم العام، مثل مشكله تدني التحصيل الدراسي ومشكله الرسوب والتسرب. يعني لازم نفهم ان الطلبه اللي بيرسبوا وبيتسربوا وعندهم تدني في التحصيل الدراسي، لازم ان احنا دي نعرف ان عندهم مشكله. هو مش لازم الطفل المعاق هو يكون تكلف عقلي كامل او يكون اعاقه جسديه كامله، لا، في بعض الطلبه اللي بيكون بيسمع ويشوف ويتكلم ولكن عنده مشاكل، عنده مش عارف يتعلم. طبعا انا كده انتهيت، وبشكركم على حسن الاستماع، وبتمنى ان اكون وفقت، والف شكر طبعا لاتاحه الفرصه ليا للمشاركه وللحديث معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتوره نواة. يكفي ان قراءة التعليق على زوم لتدركين قيمة العرض اللي قدمتيه لنا الأستاذة. شكرا على التقاسم، شكرا على التجربة القيمة جدا اللي لمسنا من خلالها الواقع للاشتغال، تجربة جديدة راقية جدا كما سميتيها أستاذة، أصحاب الهمم. شكرا أستاذة. شكرا لك أستاذة. دونك شكرا بزاف. كان ذكر بين المقررين سي عثمان ميتكات وعبد الكامل بولمال باردون، راه كيقوموا بالواجب باش ياخذوا لي نوت على اساس ان تكون مناقشه في اخر تدخل. شكرا جزيلا استاذه دكتوره نهى حسنين على المداخله الرائعه، وغنمروا ان شاء الله للمتدخلين الاخرين.